أنا مهندس. أنا بحب كون طبيب. أنا بحب كون محامية. أنا بحب كون تلميذ. ليش أنا؟ عنوان مؤتمر حول صعوبات التعلم المحددة عند الأطفال نظمه المركز اللبناني للتعليم المختص. العنوان منبثق من كلمة كسلين التي يسمعها التلامذة ذو الصعوبات التعليمية سواء من أساتذتهم أو من أهلهم، وهي تنبع من جهلهم لحالة الأطفال. أهميته أنه عم بيعطي أول شيء فرصة لكل ولد. كنا أيام زمان نقول هيدا ما بيفهم، هيدا ضعيف، هيدا سقط بالامتحان لأسباب ما بترجع له، هو كان بده مساعدة. هلأ هيدا الحل، يعني هيدا المؤتمر هو كناية عن إعطاء فرصة لكل تلميذ أنه يقدر ينجح. أجت هيدي المؤسسة والست دباني عملوا مشروع مشكورين عليه، لأنه هيدا دمج بين الحكومة والمجتمع المدني، وقدرت تساعد المدارس الرسمية. مثل ما قلت صار في اليوم عنا 58 غرفة تقريباً، وبعد العمل على 200، يعني صار فينا نحضر هالغرف ضمن المدرسة. الطالب اللي بيكون عنده مشكلة بالرياضيات أو بالعربي أو بأي شيء بفوت على غرفة جانبية، بيعلموه بطريقة ليرجع يقدر يكمش ويكفي مع بقية أصحابه. هيدي موجودة بكل بلدان العالم، بلبنان كنا كتير مقصرين، بس هلأ بعتقد نحن على الطريق الصحيح. كل هاللي عندهم مثلا صعوبة القراءة، صعوبة الكتابة، صعوبة النطق، ديسفازي يعني بسموها، إفراط الحركة، صعوبة الحساب، منجرب نساعده من الأول تما تصور هالصعوبة اضطراب. هل عم بيتم استقطاب لهول الأطفال وتوعية للأهل؟ طبعا التوعية للأهل كتير كتير مهمة، يعني الأهل بيخافوا أول شيء، يعني ما حدا بده أنه ابنه ولا بنته يكون عنده صعوبات. يعني أول شغلة نحن الأهالي منغمد عيوننا شوي، لا معلي رح يتحسن، بس لازم نفهم أنه كل ما منبكر نساعده وما نخاف نساعد الولد. خصوصا هلأ دكتور ماجستريتي قالنا دماغ الإنسان في مرونة كتير قوية، يعني كل ما مندرب ومنمرن الولد ومنعلمه ومنساعده حسب صعوبته، كل ما دماغه رح يتقدم ورح يتحسن ورح يمكن يتخطى هالصعوبة. جمع هذا المؤتمر فعاليات سياسية وأكاديمية ومتخصصين دوليين ولبنانيين ومعنيين من أجل التباحث في أحدث الاكتشافات والابتكارات التي تحسن حياة الأطفال ذوي صعوبات التعلم المحددة. بدي وقف أحرق بس راسي ما بده. رامي عنده ADHD، يعني فرط نشاط ونقص بالانتباه، مش بإيده. بعمل جهد كبير تأهلي ومبسطه مني، بس مش عطول بقدره. ماتيلدا مع ديسبراكسي، يعني عسر بتنسيق الحركة، مش بإيدها مثل موها. مش كسلانة أو كسلان، هم فقط أطفال لديهم حاجات إضافية، وذلك لا يلغي حقهم المقدس في التعلم والمعالجة. تبدأ أساسا من الأهل. يمنى فواز، قناة الجديد. أنا بحب كون معلمة. أنا بحب كون ممرضة. أنا بحب كون كابتن طيارة.